اوكي اوكي شباب، احنا بعد ما اعطينا للسيستم، طبعا شرط انه فيرست اوردر سيستم، اعطيناه انبوت يعني ستيب تشينج، طلع لنا ريسبونس ذس وان. طبعا هذا الريسبونس نقدر نرسم المعادله، رايت نقدر نرسم المعادله. فالابوف ايكويشن، انا احط انذر وان، الابوف ايكويشن هاي المعادله كان بي بلوتد، نقدر نرسمها ان ذا بيلو فيجر، اوكي، ان ذا تيرم دايمنشن ليس كوانتيتي، راح يسوي دايمنشن ليس. يعني هنا هاي المعادله كتبناها بايسر، قسمنا على الاريا، فطلعت لي هاي المعادله. اكيد اقدر ارسمها، افرض تايم على تاب ويطلع لي الوايت على تي. ففعلا استخدمت الاكسل، رسمت الفيجر مالتي، واضح؟ فرسمناها. قبل ما ابدي اخلي الكومنتات على الرسم، هنا اكو ملاحظه. احنا طبعا we refer to the standard form of first order system. standard form مال احنا y اس على اكس كي بي على التاو، احنا هنا خذينا 1 اوفر، بس هنا طبعا بهيك حاله احنا من خذينا هذا الاكزامبل اللي فوق او الستيب تشينج، الكي بي هنا يساوي لنا الاريا بهاي الكيس. اوكي، الان نبدي نخلي الكومنتات على الفيجر. اول كومنت، الفاليو مال واي تي، هاي الواي تي يعني الريسبونس، ريتش قد 63% اوف اتس التيميت فاليو وين ذا تايم الابس از ايكوال تو 1 تايم كونستانت. يعني خلي بالك، طبعا هنا هير هي هاي الالتيميت فاليو اوف واي تي. طبعا عندما التايم جوز تو انفينيتي تطلع لي قد القيمه مال الواي تي. فاذا هنا بالفيجر مالتنا عندما التايم جوز انفينيتي فراح يطلع لك شنو؟ يطلع لك واحد يعني اي، هنا قد الماجنتيود اي. فالالتيميت فاليو هنا يقول انت باول تايم كونستانت، اول تايم كونستانت، تايم كونستانت الاول هذا، اوكي ذس وان، الداله الريسبونس يوصل ايش قد؟ 63.2. منين؟ من الريسبونس النهائي. يعني اذا كان الريسبونس عندنا 100%، اول تايم كونستانت يعني اذا صرفنا التايم مثلا، تايم كونستانت اللي هو مال السيستم يوصل 63. زين، عندما تروح اثنين، اذا تروح اثنين، اذا تمشي يعني يمر تايم اثنين وثلاثه وأربعة، الاثنين يعني معناتها 86.5، 86.5 من الريسبونس، اللي بعدها 95% من الريسبونس، أوكي. وعندك إذا تايم فور يوصل تقريبا almost 98% من الريسبونس النهائي. هاي أول ملاحظة. هذا معناته شيء قلنا from this fact، من هاي الشغلات والحقائق اللي شفناها، one can consider a response essentially complete in a 3 to 4 time constant. يعني ال response انت من سويت step change على البروسيس حتى يكمل هذا ال disturbance ويروح ويتلاشى ويوصل لل state state جديدة، يراد له تقريبا من 3 إلى 4 time constant، من 3 إلى 4 time constant. اوكي، هاي اول ملاحظة. زين، الملاحظه الاخرى انه one can show from the above equation، من المعادله واللي احنا رسمناها بالفيجر، انه السلوب، السلوب مال ريسبونس كيرف at the origin below figure is 1. شنو قصده؟ يعني هنا خلي بالك انه بالبدايه هنا من نجي هنا المماس للكيرف هنا بالاوريجن هير، اوكي هذا الدوت، اوكي هذا الدوت، هذا المماس، هذا السلوب مالته ايش قد؟ هذا ذا السلوب مالته 1. شو يقصد؟ يعني وسواه وبعدين يعني شنو؟ هذا معناته يعطينا انديكيشن انه this means انه if the initial rate change yt were maintained، يعني لو كان التغير عندك ثابت، معناته الريسبونس would be complete بال one time constant. يعني معناته الريسبونس راح يخلص باول تاو، باول تاو، اوكي؟ هاي ملاحظة. زين، ملاحظة أخرى على الفيجر إنه the speed of response of the first order system، هاي دير بالك سرعة الاستجابة للنظام الأحادي، هاي determined محكومة by time constant، هي تعتمد على time constant.
for the system. إذا time increases, إذا time constant كلما increase, هاي معناته system takes longer, ياخذ وقت أطول حتى response to the state disturbance, حتى يستجيب ياخذ وقت أطول حتى يستجيب المن للstate disturbance. واضح؟ فإذا time constant هو very important بالنسبة للfirst order system. فهو المؤثر، كل ما يزداد راح شنو الريسبونس يقل للسيستم حتى يوصل المن للديستربنس الجديد. زين، خلنا ناخذ ابلكيشن على الفيرست اوردر سيستم عندما نعطي ستيب تشينج. اوكي، فليتس سي وات وي هاف هير. انه الثرموميتر، عندنا ثرموميتر محرار زبقي هافينج تايم كونستانت، اذا مطينا هنا سوليوشن عندنا time constant مالته ايش قد 0.1 minute، هذا مال السيستم at minute is at the steady state temperature 90. اوكي 90، هذا معناته عندما time less than zero الx steady يساوي لك الy steady، قراءه ال surrounding هي نفس قراءه المحراب وتساوي لي 90 فرنهايت. اوكي بس يعني لسه حتى كن دقيقين، يعني هنا المحراب واصل هير هنا this one جي good at time هنا at time equals zero. okay عندما time equals zero أو أكبر من الزيرو الثرموميتر is placed in the temperature bath في حمام مائي من 200 فرنهايت. يعني هذا جبناه المحرار خلينا بحمام مائي. اوكي هذا الحمام المائي ايش قد القراءه مالته تقرا؟ اوكي من 10%، هذا معناته هنا نقدر نقول اكس ات اني تايم هنا يقرا 100 فرنهايت. زين هنا ايش يريد من ديتيرمن؟ احسب التايم نيدد، ايش قد وقت نحتاج حتى الثرموميتر تريد يقرا لي 98. اوكي فهنا يريدون من عندنا هنا ايش قد التايم حتى المحرار مالتي يصعد ويقرا 98. فهنا نقدر سي ايش قد تايم حتى يقرا لي هذا 98 فرنهايت، يعني ايش قد التايم المطلوب. Let's say this is case 1 this is case 2. اوكي زين حتى نرتب الامور بعد افضل وتصير واضحه عندنا، انه هنا عندي at time equal less than zero أقل من الزيرو كان عندي ال x steady يساوي لك ال y steady ويساوي لنا قد 90 فرنهايت. هاي clear. at time should be greater than zero okay أو يساوي zero نقدر نقول حتى يكون ويا شو اسمه المثال، فنسوي يساوي okay at time equal zero. هنا شنو عندك صار؟ انه الاكس تايم هذا التايم يقرا لي شنو 100 فرنهايت. اوكي فاحنا نريد ات اي تايم الواي تي يقرا لي ايش قد 98 فرنهايت. هذا يعني معناته هسه نجي بالستدي ستيت الثرموميتر كان يقرا 90، فجاه خليناه بالباث صار بي ستيب تشينج ايش قد 100. اوكي فاذا العمليه عندي شنو ستيب تشينج. زين الثرموميتر احنا اخذناه هو فيرست اوردر سيستم، يعني هذا فيرست اوردر سوينا له ديستربنس شنو ستيب تشينج، شنو الريسبونس مالته الريدنج. اوكي هذا جود، فحتى نوضحها مور انه ذس وان هذا التايم هذا الاكس تي. اوكي اف وي سي ذس از زيرو هذا زيرو. اوكي نجي فنجي هنا مثلا هذا بالزمن زيرو. اوكي هنا كان عندي شنو بالزمن زيرو اقل من الزمن زيرو قراءه تقرا لي قد 90 فرنهايت. اوكي بالزمن جريتر ذان زيرو القراءه صعد شنو عندك 100 فرنهايت. رايت اذا هنا شنو صار عندي ستيب تشينج، اذا صار هنا عندي شنو ستيب تشينج صار عندي. اوكي جيد مقدار الستيب تشينج شلون نحصل الستيب تشينج؟ It's very easy، مجرد ان نقول
مثل ما علمناكم انه هو ال x minus ال x steady state. ال x كان صار عندنا هنا 100 ناقص ال steady state 90، فصار عندنا الماجنتيود مالته 10 درجات مقدار الستيبل اللي صار. زين احنا هنا فيرست اوردر سيستم، صح لو مو صح؟ فالترانسفير فانكشن للفيرست اوردر سيستم هو شنو عندنا؟ واي اس على اكس اس يساوي لنا 1 اوفر تاو اس بلس 1. اوكي هذا فيرست اوردر سيستم، هذا الترانسفير فانكشن مالته. زين هذا الواي اس صار عندنا 1 اوفر تاو اس بلس 1. هنا اف اعطينا للسيستم مالتي ستيب تشينج مقداره 1 اوفر دائما احنا نعطيه اي اوفر اس رايت، فالمعادله تقرا لي واي اوفر اس عشان يصير دي واي 1 اوفر تاو اس بلس 1 في اي اوفر اس. هيك سيستم حليناه قبل شويه، الريسبونس مالته واي تي صار عندنا اي 1 ماينس اي تي اوفر تاو للسيستم. هذا الريسبونس مال فيرست اوردر سيستم لما صار عنده شنو عليه؟ ستيب تشينج. الديستربنس اللي صار عليه على السيستم ستيب تشينج. زين المطلوب عندنا هنا ايش قد الزمن حتى الريدنج مال المحراث ماله 90؟ جيد فنبدا من المعادله. هاي الواي تي كابيتال هي عباره عن واي تي ماينس واي ستيد ستيت يساوي لنا الاي 1 ماينس اي اكسبونشال 2 ماينس تي اوفر تاو. كول فالواي تي ايش قد هنا عندك؟ 98 ماس الاستد ايش قد كانت؟ 90. الماجنتيود عندي 10 1 ماينس تي ام لوكينج فور ات، احنا نبحث عن التي على التاو هو 0.1، فهي ايش قد عندي؟ 98 نيجاتيف 90 از جونا بي شنو؟ 8 10 يساوي لنا 1 ماينس تي اوفر 0.1 هير 0.1 فهير 0.8 يعني قسمنا على 10 رايت 8 اوفر 10 0.8 سنة 1 ماينس تي اوفر 0.1. اوكي موف ات هير وموف هاي هير فاز جونا بي بوزيتيف اي تو ذا ماينس تي اوفر 0.1 از جونا بي 1 ماينس 0.8 ويساوي لنا شنو؟ 0.2. باي تيكينج هير باي تيكينج لين for both sides we obtain ln okay ln okay take this off ln exponential minus t over 0.1 is our ln 0.2 ln will exponential one cancel out but it's gonna be minus t على 0.2 sorry على 0.1 على 0.1 is gonna be ln 0.2. طبعا ln 0.2 هو بالنيجاتيف، فاذا النيجاتيف عندي من الصفحتين اذا التايم اللازم حتى يقرا المحرار 98 الزمن هو 0.161 مينت. اوكي سو لا تاست ستوب هير اند ذن ويل كومبليت ليتر. ستوب ريكوردينج.